قالت هيومان رايتس ووتش اليوم إن سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وسط تعتيم رسمي وصارم. وقدرت المنظمة أن 14 سجينا ومحتجزا على الأقل لقوا حتفهم على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في 10 مراكز احتجاز، استنادا إلى رسائل مسربة من سجنين وتقارير موثقة من منظمات حقوقية عدة. وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات المصرية بإجراء فحوصات للسجناء والإسراع في الإفراج عنهم والسماح بتواصل السجناء مع محاميهم وعائلاتهم. التعليق على التقرير ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين عمرو مجدي الباحث بمنظمة هيومان رايتس ووتش. أرحب به سيد عمرو مجدي. يعني ماذا لديكم من معلومات حتى تقولوا في تقريركم أن تفشيا محتملا لفيروس كورونا حدث بسجون ومعتقلات وأماكن احتجاز عدة في مصر؟ أهلا يا فندم وأهلا بالمشاهدين. المعلومات اللي عندنا استقيناها من مقابلات أجريناها مع 5 سجناء ويمكن ما يزيد عن 11 من أهالي وأقارب السجناء، بالإضافة لرسالتين مسربتين من سجون من سجنين مختلفين، وأيضا تقارير حقوقية متواترة من المنظمات المصرية ووسائل الإعلام. يعني أعتقد أنه إحنا تعدينا مرحلة الإنكار، يمكن ده كان من شهر أو شهرين لما حصلت بعض الوفيات، ويعني سارعت وزارة الخارجية الداخلية لإنكار هذه الوفيات أو إنكار أنها حدثت بسبب كورونا. نحن الآن بصدد تفشي واسع للفيروس بين السجناء في الكثير من مقار الاحتجاز، سواء كانت أقسام شرطية أو السجون، وبنتكلم عن ما لا يقل عن 14 حالة من الوفاة بسبب الأرجح مضاعفات فيروس كورونا. هذه الوفيات هي فقط ما تمكننا من الوصول له، ويعني كالعادة مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك. يعني الكثير من السجناء الذين تحدثنا عنهم يعني وصفوا ظهور الأعراض على العديدين في الزنزانة معاهم، في العنبر معاهم، وكذلك في أعنابر أخرى داخل نفس السجن. فيعني أعتقد أنه المسألة هي بعيدة تماما عن الإنكار. ممكن يعني سننتظر أي تعليق رسمي، لكن أعتقد أنه لن يكون هناك إنكار لهذه المعلومات. نعم سيد عمرو مجدي، يعني بالحديث عن الجهات الرسمية والرد، يعني هل وصلتم إلى أي إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية وسلطات السجون المصرية
في مقابلة هذا التفشي ووجود فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز والسجون؟ في بعض الإجراءات، لكن أظن أن الإجراء الأبرز اللي اتخذته سلطات السجون ووزارة الداخلية في هذا الصدد كان هو التعتيم الإعلامي الصارم والضخم اللي بيمارسه على الوضع داخل السجون ومقر الاحتجاز. يعني ده هو فعلا الإجراء الرسمي اللي ممكن يكون في القاسم المشترك الأعظم بين جميع الإجراءات المعنية بالسجون في وزارة الداخلية في حالة من الترهيب والتهديد للسجناء إذا قاموا بالحديث أو نقل ما يحدث داخل السجن لأهليهم أو لوسائل الإعلام، وفي حالة دائما من الإنكار، بالإضافة لمنع الزيارات منعا تاما منذ 10 مارس، واللي هو لا يجوز بالمناسبة في القانون الدولي أن يمنع سجين من رؤية يعني زوي أو محامي لفترة طويلة مثل هذه، أو حتى لو افترضنا جدلا أن هي بسبب حماية السجناء. يعني أعتقد إحنا في القرن 21 وكان يمكن ببساطة إيجاد حلول تقنية لهؤلاء النزلاء تكون للحديث مع أهليهم ومحاميهم. الإجراءات الأخرى المعنية ب يعني تقديم الرعاية الصحية، هناك تفاوت من سجن لآخر، ليس الوضع بذات السوء في أو بنفس الدرجة من السوء في كل السجون. الموضوع يعني بيعود في كثير من الأحيان ل يعني ذمة ضباط السجن، خاصة ضباط الأمن الوطني اللي سيد عمرو مجدي. نعم سيد عمرو مجدي، بالنظر إلى ما تقول الحكومة المصرية أو حتى المتابعين، يعني ماذا يحدث لحالات السجناء المشابهة في دول أخرى؟ يعني ماذا رصدتم من إجراءات قامت بها دول أخرى لحالات السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا أو تفشى فيروس كورونا في أماكن حجزه؟ يعني خلينا نقول إيه هي المسطرة. المسطرة هو القواعد نيلسون مانديلا، أو اللي هي الحدود الدنيا لمعاملة السجناء، اللي هي يعني كتبت بواسطة الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، واللي بتنص بشكل واضح وصريح على أن السجناء من حقهم أن يحصلوا على نفس المستوى من الرعاية الصحية المتوفر للمجتمع. فده حق لا يمكن تقليصه بسبب أن الإنسان حصل على حكم بالسجن. يعني اللي بيحصل داخل السجون أقل كثيرا مما يستطيع أي شخص حر في المجتمع أن يحصل عليه من رعاية صحية، مع الاعتراف أنه أيضا بيرفق الرعاية الصحية والطب في مصر هو أيضا يعني إلى حد كبير يعني ليس في أفضل حال. لكن في النهاية السجون لديها مستشفيات، السجون لديها ميزانيات ضخمة، وزارة الداخلية لديها أيضا ميزانيات ضخمة يمكن أن تنفق على يعني استجلاب عدد أكبر من الأطباء، عدد أكبر من الأجهزة الطبية اللي تساعد في كشف عن المرضى ويعني عزل السجناء المصابين. شكرا لك السيد عمرو مجدي الباحث بمنظمة Human Rights Watch، شكرا جزيلا. انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورحب بك. كما انضم إلينا عبر سكايب من القاهرة المحامي محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، ورحب بك أيضا. ومعه أبدأ سيد محمود عطية، استمعت إلى ضيفي السيد عمرو مجدي من Human Rights Watch يتحدث عن أن هناك تفشي لفيروس كورونا ووفيات عديدة في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز، بما ترد على ذلك؟ سام سيد محمود عطية، إن كنت تسمعني، استمعت إلى ما قاله ضيفي من Human Rights Watch وتقرير المنظمة، بما تعلق على تقرير المنظمة وكلام ضيفي منذ قليل؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ مصطفى، وأهلا بضيفك من برلين، وأشكره على هذه المعلومات المتضاربة التي قالها منذ أول حرف الكلمة. أولا حضرتك هو بيقول التفشي المحتمل، أنا مش عارف تيجي إزاي، يعني الاثنين يتقابلوا مع بعض إزاي مش عارف. نمرة اثنين، إن حضرتك سألته ادينا نموذج من السجون
بره بتتعامل ازاي مع الناس لم يجيبك وقال لك وزاره الداخليه ونيلسون مانديلا وعبد الحليم حافظ ومش عارف ايه، واخد بالك؟ ما لم يجيب باي حاجه، وهذا الكلام عاري تماما من الصحه. وعندما قال ان من حق السجناء ان هم يامنوا الناس، فهل الاجراءات الاحترازيه اذا كانت موجوده بعدم مقابله من خارج السجون حتى من اهاليهم؟ ما كان الاهالي ممنوعين في جميع انحاء العالم، الابن ما بيروحش يشوف والدته في بيتها، الام ما بتروحش لابنها في بيته، دي في الحياه العاديه، ما بالك في السجون؟ فهذا كلام مرسل وكلام ليس له اساس من الصحه ولم يفيد. يدينا معلومه حتى الناس نتعلم منه ازاي بيتعاملوا في السجون بره. ما قالش. اتفضل يا استاذ مصطفى. نعم استاذ محمود، يعني ضيفي غدرنا وهو لم يقل عبد الحليم حافظ ولا شيء من هذا القبيل. بالمناسبه ايضا كلمه التفشي المحتمل، يعني كانت هناك بعض المصطلحات الموجوده حول الارهاب المحتمل، مثلا قال الرئيس المصري يعني كلمه المحتمل هي ربما يعني لا سيد مصطفى عزب. هناك فرق يا استاذ مصطفى، اجابه على ما سالت انت عنه. سيد مصطفى عزب، استاذ محمود عطيه ارجو ان تبقى معي. سيد مصطفى عزب انقل لك الكلام، يعني هل فعلا هناك تفشي محتمل؟ هل هناك حالات اصيبت بفيروس كورونا؟ هل هناك وفيات كما قال تقرير المنظمه في السجون والمعتقلات واماكن الاحتجاز المصريه؟ طيب بس توضيح بسيط في كلمه التفشي المحتمل ده، يعني ده من انصاف المنظمه الحقوقيه انها بتستخدم كلمه محتمل لان ما عندهاش قامت بيه الباحثين بتوعها بشكل مباشر، وبالتالي ما لم يكن الامر مؤكد 100% فهم بيلجأوا لكلمه المحتمل، لكن هم بيقولوا ان عندنا كل الشواهد اللي بتقول ان عندنا تفشي. وانا بضيف لكلام منظمه الحقوق ان احنا عندنا تفشي مؤكد لوباء كورونا في السجون المصريه. انا شقيقي معتقل في السجون المصريه ومصاب بكورونا في سجن وادي المطروح، وكل العنبر بتاعه مصاب كورونا، واستطعنا التواصل مع العديد من السجناء في العديد من مقر الاحتجاز المصريه، وتم توثيق لدينا، تم توثيق من خلال اطباء يعني اشرفوا على التقارير الطبيه الصادره عن 15 سجين بان هؤلاء الاشخاص وباء كورونا. وهناك العديد من الاشخاص الذين نقلوا من اقسام الشرطه بالفعل، على سبيل المثال قسم شرطه درب نجم، قسم شرطه بالبيس، نقلوا مركز عزل طبي بعد وصول حالتهم الى متردية، والحاله دول كلهم ماتوا في مراكز العزل في السودان. وزاره الداخليه انكرت الكلمه او المعلومات الحقوقيه بتتكلم عن المصطلحات، هذه المصطلحات الحقوقيه طبيعيه جدا يستخدمها كل المنظمات الدوليه الحكوميه. هذا اول. الامر الاخر انه المعايير التي تحدث عنها الزميل عمرو مدني معامله السجناء، هذه المعايير التي تسجل السجون ويعترف بها النظام الدولي اللي مصر موقع عليه، النظام الدولي اللي مصر موقع عليه، وجزء وهي جزء من هذه المعادله، العهد مد الحكم الانتقالي. نعم سيد مصطفى عزب ارجو ان تبقى معي. نعم ارجو ان تبقى معي حتى انقل الكلام للاستاذ محمود عطيه. استاذ محمود عطيه، استمعت الى ضيفي يتحدث عن سجن وادي النطرون مثلا، وان لديه شقيق مصاب. الحديث عن حالات وفيات يعني بالاسماء، اذا اردت ان اذكر لك اسماء وفيات حدثت واهلها قالوا انه هذه الحالات اصيبت بفيروس كورونا. كما تعلم ان استلام الجثث يكون هناك اجراءات احترازيه لمن توفوا بفيروس كورونا. تعليقك على هذا الكلام. اولا استاذ مصطفى، لا احد يقبل او يتمنى لاي فرد من الافراد انه يصاب، لان كلنا معرضين لهذا الكلام. ولكن مع كامل احترامي وتقديري للاخ مصطفى انه كلامه مجروح، لانه له شقيق في مقبوض عليه. يعني الاخ مصطفى لما بيقول لك احنا سالنا وعملنا واتكلمنا، فانا طبعا انا معاه لما يكون شقيقه محبوس. يعني انا يعني متعاطف معاه، واخد بالك؟ ولكن كلامه بالنسبه لي مجروح، يعني ما اقدرش اصدق الكلام ده، واخد بالك؟ ليه؟ لان المساله عاديه. يعني يا استاذ محمود عطيه، استاذ محمود عطيه، نعم لحظه يا استاذ، نعم محمود، نعم عطيه، نعم استاذ، نعم محمود، يعني فضل حضرتك عاوز تقول او انا فهمت من كلامك انه من يقول انه شقيقي موجود في سجون في سجن وادي النطرون وهو مصاب بفيروس كورونا، فعشان له شقيق يبقى كلامه مجروح. حضرتك عاوز تقول الكلام يعني انت لا تصدق انه في هناك فيروس كورونا في السجون المصريه، اليس كذلك؟ لا
بناء على التصريحات الداخليه، في ضباط موجودين، في جنود موجودين يا استاذ مصطفى، لم نسمع عن، والحمد لله ربنا يكفيهم كلهم ويكفي السجناء شر اي مرض برضه، واخد بال حضرتك، لم نسمع عن اي حد من هؤلاء اصيب، بل في هناك اجراءات احترازيه واخداها وزاره الداخليه. طيب انت حضرتك يا استاذ محمود، انت حضرتك بتقول نعم. لم نسمع استاذ محمود عطيه، انا هديك اسماء. عندك اصابه رئيس مباحث برج العرب ومعاونه، تمام، وفي اصابه معتقل بالعاشر وفي ترى، في كمان سيد احمد حجازي موظف في سجن ترى تحقيق. هذه الاسماء انقلها لك من احد المواقع الحقوقيه، وارجو ان تبقى معي لانه من سيكون الفيصل في هذه الاسماء بيني وبينك او بين الساده المشاهدين. استاذ مصطفى عزب يا استاذ مصطفى عزب، لحظه يا استاذ محمود، استاذ مصطفى عزب ارجو ان توضح، هل هناك اسماء بعينها؟ هل هناك استاذ محمود عطيه ينفي تماما ان هناك وجود اسماء او حتى اصابات بين الضباط؟ اتفضل حضرتك. احنا يعني انا افتح حالا موقع المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا، في بيان صدر مؤخرا على السجون المصريه ذكر اسم 15 سجين توفوا حصرا داخل مقر الاحتجاز المصريه، وكذلك ايضا مقر احتجاز نقل اليها او الناس دي كلهم ماتوا، وقلنا كل واحد كل محتجز، ده جدول موجود ممكن يطلع عليه في لحظه واحده الان، موجود على موقع المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا، يطلع عليه اسم كل واحد مات فين، وزي ما قلت دول ماتوا في مستشفيات العزل التي اعدتها الدوله المصريه لمصابي فيروس كورونا، وتم تتبع المعايير معاهم في الدفن كامله ككل ما يحدث مع مصابين فيروس كورونا، لكن الدوله كونها لم تعلن عنهم او انها مش عايزه تحطهم، هذا امر سياسي بحت، لكن حتى في الاجراءات الاحترازيه اللي قامت بها في اجراءات دفنهم ولذلك كلهم تم الالتزام بهم بنفس الطريقه، الامر اخر عزل المحتجزين الموجودين معهم في الزنازين، تفشي الوباء للعديد من المحتجزين الموجودين الان في السجون المصريه، الوباء موجود، والوباء اذا اصاب شخص واحد معروف وباء شديد الانتشار وسريع الانتشار، ولا يوجد اي فرصه للسجناء في مصر في حفظ ظل حاله التكدس اللي قالها مساعد وزير الداخليه لشؤون حقوق الانسان اللي اتكلم عن 400% في تبريره لبناء سجون جديده، قال ان احنا عندنا تكدس 400% في مقر الاحتجاز المصريه، وبالتالي هل يمكن ان يتصور ان يصاب احد المحتجزين او ان ياتي هذا الوباء لمصر ويصاب ضباط شرطه ويصاب افراد امن ويصاب محتجزين ولا ينتقل هذا الوباء بسرعه كالنار في الهشيم في وسط المعتقلين والمحتجزين؟ الاجراءات دي للدوله المصريه لما اتكلمت فيها واجهتها بالمزيد من التعنت والغاء الافراج الشرطي عن المحتجزين على خلفيه قضايا سياسيه، فالمنطق الموجود الذي تتحدث به الوزاره الداخليه المصريه منطق غير طبيعي وغير مقبول، لكن في الحقيقه هم يخفون الادله ويدلسون على الادله. مقتل الكاتب الصحفي مؤخرا، الكاتب الصحفي اليساري الاستاذ طه اللي مات من اسبوع، بعد اسبوع من احتجازه، الاسم مش متذكره بس مات بعد اسبوع من اطلاق سراحه ايضا في مستشفى العزل في فيروس كورونا، محمد منير عفوا، يعني الاستاذ محمد منير بعد وفاته بعد اسبوع من وفاته، والاصابه معروف انها بتتم قبل 14 يوم، يعني تم احتجازه يا اما في قسم الطلبيه يا اما في مستشفى سجن ترى اللي كان موجود فيهم قبل احتجازه. استاذ مصطفى عزب ارجو ان تبقى معي، انقل الكلام للاستاذ محمود عطيه. نعم استاذ محمود عطيه كان يريد التعليق، يعني فانا عدت لك لانه كان في كلام مشترك بينكم واشتباك بينكم. استاذ محمود عطيه ان كان لك تعليق اخير وبسرعه تفضل. انا لا اشترك مع الضيف، بل هو اخ فاضل واتمنى لشقيقه اطلاق سراحه، ولكن انت حضرتك ذكرت يا استاذ مصطفى اسم ضابط في مكان معين يهوت ضابط، وزير الدولة للإعلام أصيب، وزير الإسكان الدكتور معلش اسمه مش على دماغ أصيب، بعض الناس الشخصيات العامة أصيبت وهي بره السجون، يعني فالمسألة ما وصلتش لتفشي المحتمل لهؤلاء. نحن نطلب إن شاء الله إن هم يطلق سراحهم في القريب العاجل، ونتمنى وندعو إن ربنا ينجيهم وينجينا كلنا من هذا الوباء القاتل، مش أكثر من كده. شكرا لك استاذ محمود عطيه، اللهم امين ان يعني في دعوتك في ان ينجي الله الجميع. شكرا لك.
على وجودك معنا الأستاذ محمود عطية المحامي ومنصة اختلاف مصر فوق الجميع، كما أشكر ضيفي السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. مشاهدينا المساء مستمرة، وبعد الفاصل غضب على مواقع التواصل إثر شروع السلطات بهدم مقابر المماليك التاريخية. موبيل ساكت.